السلام عليكم طلابي الأعزاء في الصف السابع الأساسي. درسنا اليوم في مادة الجغرافيا وهو بعنوان النشاط الزراعي والتحولات في المجالات الزراعية، صفحة 250. يشمل النشاط الزراعي الزراعة وتربية الحيوانات، وتتنوع المزروعات، فبعضها متكيفة مع الظروف الطبيعية والبعض الآخر كيفه الإنسان اصطناعيا، ومنه معيشي ومنه تجاري. فما هي ميادين النشاط الزراعي؟ ما المقصود بالزراعات المتكيفة والمكيفة؟ وكيف نميز الزراعة المعيشية والزراعة التجارية؟ ننظر الآن إلى المستند رقم 1 وهو على الشكل التالي. ما هي طبيعته؟ طبيعته مجموعة صور فوتوغرافية، يضم 6 صور فوتوغرافية. السؤال الأول، ضع عنوانا واحدا للمستند رقم 1. سوف نقرأ المستند. المظهر ألف هو عبارة عن حرق قسم من الغابات. المظهر باء هو عبارة عن حصاد تقليدي. ماذا يفسر لنا المظهر جيم؟ الري التقليدي. د، الحصاد بالآلات الحديثة. المظهر هاء هو عبارة عن الرعي التقليدي. أم المظهر واو هو تربية الأبقار في مزارع حديثة. إذن العنوان هو على الشكل التالي، ميادين النشاط الزراعي، نشاطات زراعية متنوعة. هذه النشاطات. ما معنى نشاطات زراعية؟ هي تربية المواشي، الحصاد، الري، تهيئة الأرض للزراعة، وإلى غيرها من الأمور الأخرى. الآن سوف ننتقل إلى 2. فسر السبب الذي يدفع المزارع إلى حرق قسم من الغابة. المظهر ألف، لماذا يتم حرق قسم من الغابات؟ الجواب، يتم حرق الغابات لتحويلها إلى أراض زراعية، مما يؤدي إلى خصوبة التربة. ما معنى خصوبة التربة؟ هي إنتاج زراعي ناجح، بأن هناك الإنتاج قابل لأن يتفاعل مع التربة. والآن سوف نقرأ الصورة هاء كما ذكرنا، هي تربية الأبقار في حقول مفتوحة. والصورة واو هي عبارة عن تربية الأبقار في مزرعة حديثة، لها يقدم لها العلف المدروس ويتم استخراج حليبها بالآلات. الفرق بينهما بأن الصورة هاء هي رعي تقليدي والصورة واو هي الرعي الحديث. على ما يدل المظهر باء؟ يدل على حصاد القمح بالطريقة التقليدية أي اليدوية. المظهر دال يدل على حصاد القمح بحيث يعتمد على الآلات الحديثة، حصاد وفصل القمح عن السنابل مباشرة. والآن بعدما تكلمنا عن المستند رقم 1 سوف ننتقل إلى أولاً خصائص الأرياف. ما هي خصائص الأرياف؟ النشاط الزراعي أقدم نشاط إنتاجي مارسه الإنسان بهدف إنتاج محاصيل تفيده في غذائه وملبسه ومسكنه. تتعدد ميادين هذا النشاط، ومنها حراسة الأرض وزرعها وريها وتسميدها وقطف الثمار وجمع المحصول وتربية المواشي والدواجن. المقصود هنا بأن المستند رقم 2 يوضح لنا كيفية الاهتمام في الأرض وتسميدها وقطف الثمار. أما المستند رقم 3 يوضح لنا تربية المواشي أي الأبقار في مزرعة حديثة. سوف ننتقل إلى الثانية، الزراعات متكيفة أو مكيفة؟ تتأثر الزراعات بالعوامل الطبيعية، إلا أن التطور التكنولوجي قلل من هذا التأثر، فصار من الممكن زراعة أنواع من المزروعات في غير مكانها الطبيعي من خلال تأمين الإنسان للظروف الملائمة
الحرارة، المياه. المستند رقم 4 يفسر لنا التطور التكنولوجي أي التقدم من خلال اعتماد الآلات الحديثة كالجرار الآلي في حراثة الأرض. والمستند رقم 5 يفسر لنا كيف يمكن زراعة أنواع من المزروعات في غير مكانها الطبيعي من خلال تأمين الإنسان للظروف الملائمة، تأمين المياه والحرارة. لذا يشمل النشاط الزراعي نوعين من الزراعات، وهما أولا الزراعة المتكيفة وثانيا الزراعة المكيفة. ما المقصود بهما؟ الزراعة المتكيفة، ما معنى الزراعة المتكيفة؟ هي التي تتلائم طبيعيا مع الظروف الطبيعية السائدة، الحرارة، الأمطار والتربة. مثلا زراعة الأرز والموز في المناطق المدارية الحارة والرطبة. ثانيا الزراعة المكيفة، ما معنى الزراعة المكيفة؟ هي التي يؤمن لها الإنسان تقنيا الشروط الطبيعية التي تتطلبها هذه الزراعة، المياه، الري، حرارة، الزراعة داخل الخيم البلاستيكية. مستند رقم 7 يظهر لنا كيف يمكن زراعة المزروعات داخل البيوت البلاستيكية بهذا الشكل، بحيث تؤمن الحرارة والمياه الملائمة والمناسبة لهذه المزروعات. ثالثا التحولات في المجالات الزراعية. التحولات هنا بمعنى التبدلات أي التغير. عرفت المظاهر الزراعية تحولات كثيرة، أهمها أولا استخدام الوسائل الحديثة، الري بالرش والتنقيط، استخدام آليات ومنها الأسمدة والمبيدات وإلى غيرها من الأمور الأخرى. المستند رقم 8 يوضح لنا كيفية الري بالتنقيط عبر أقنية المي الحديثة، وهنا الري بالنقطة يسمى الري بالنقطة. ثانيا ظهور الخيام أو البيوت البلاستيكية في المظهر الزراعي وتحسن طرق المواصلات في الأراضي الزراعية كما شاهدنا سابقا في المستند رقم 7، بحيث يوضح لنا كيفية زراعة الموز داخل البيوت البلاستيكية. سؤال، استنتج، هل زراعة الموز هي زراعة متكيفة أم مكيفة في لبنان؟ زراعة الموز هي زراعة مكيفة. لماذا؟ لأنها تحت الخيام البيوت البلاستيكية. لماذا نزرع الموز تحت البيوت البلاستيكية؟ لأن المناخ لا يناسب زراعتها كما في المنطقة المدارية حسب الشروط الطبيعية لزراعة الموز. ثالثا تحول مزارع تربية الحيوانات والدواجن إلى مزارع حديثة فيما يسمى الرعي التجاري. ومن التحولات في المجالات الزراعية رابعا دخول الشركات الكبيرة للاستثمار أي الاستفادة في الزراعة حتى في الدول النامية، فانتقل عدد كبير من العمال من الزراعة المعيشية إلى العمل في الزراعة التجارية. ما معنى الزراعة المعيشية؟ هي الزراعة تعتمد على الاكتفاء الذاتي أي الاكتفاء بالأطعمة التي تكفيهم لإطعام أنفسهم. أما الزراعة التجارية هي إنتاج المحاصيل على نطاق واسع لبيعها، ويقصد من ذلك التوزيع واسع أي الانتشار لبائعي الجملة أو متاجر البيع بالتجزئة بمعنى بالمفرد. المستند رقم 9 يوضح لنا الزراعة المعيشية بهذا الشكل هي للاكتفاء الذاتي، أما في الجزء الثاني منه يبين لنا الزراعة التجارية بحيث يتم الاستثمار والانتشار في بيع الجملة أو لبيع بالتجزئة. خامسا تغيرات جذرية في المظاهر الكروية، المساكن الحديثة. فقد ظهرت المساكن الحديثة ومن طبقات عدة، والمراكز التجارية والطرق الواسعة، إضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية والسياحية. مستند رقم 10 يوضح لنا كيف هي المساكن الحديثة والتي تتكون من عدة طبقات، من طابق أو اثنين، والمراكز التجارية كمحلات البيع للإنتاج الزراعي وإلى غيرها من المراكز التجارية،
والطرق الواسعة كما ذكرناها سابقا، إضافة إلى الخدمات التعليمية، المدارس والجامعات والصحية من مستشفيات وطبابة، والسياحية من كان هناك فنادق أو مرافق سياحية خاصة. إلى هنا انتهى درسنا اليوم. هذا ما تكلمنا عن درسنا فيه اليوم في النشاط الزراعي والتحولات التي طرأت على النشاط الزراعي. انتهى درس اليوم، إلى اللقاء في درس قادم بإذن الله.